كانت هذه الصور بتاريخ 20 يناير، قبل 9 أشهر بالتحديد. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يغادر البيت الأبيض بعد خسارة ظل يعتقد أنها لا تعني رئيسا مثلها. في هذه المشاهد كان ترامب يصر أنه يرحل مضطرا بعد انتخابات رئاسية انتزعت في ظنه منها، لكنه كان أيضا مصرا على العودة من جديد. هذا فقط وداع مؤقت، أنا أقدركم وأعدكم أني سأكون معكم قريبا بطريقة ما. وعاد ترامب من البوابة التي دخل عبرها السياسة أول مرة، موقع جديد للتواصل الاجتماعي يدخل الخدمة تجريبيا الشهر المقبل ويحمل اسم ترامب تروث، أي الحقيقة كما سيراها رئيس أمريكا السابق. الحقيقة التي يقول هذا البيان الصادر عن فريق ترامب الإعلامي أن كبريات منصات مواقع التواصل الاجتماعي استبدت بها حين حذفت حساب ترامب من تويتر، حيث كان يغرد ويقرر أيضا، وحين علقت حساباته في فيسبوك ويوتيوب بتهمة التحريض. هكذا ألزم ترامب قبل 9 أشهر الصمت. صمت بعد هذه اللحظة الصاخبة التي عاشتها أمريكا. لم يكن هؤلاء إلا أنصار الرئيس الأمريكي السابق الغاضبين من نتائج الانتخابات الرئاسية، وكان هؤلاء أيضا من متابعي ترامب على تويتر، وممن انتقلوا من التهديد في عالم افتراضي موازن للحشد في الشوارع. هنا داخل مبنى الكونغرس استحال خطاب الكراهية على مواقع التواصل تراشقا بالرصاص. لكن ترامب لا يتوارى عن الزمن السياسي في أمريكا، يعود مرة أخرى والكونغرس يتحضر للانتخابات النصفية، أي نزال جديد بين الديمقراطيين والجمهوريين، يقدم الآن الرئيس السابق في صورة المقاتل الشرس. أظن أن أمريكا في تاريخها لم تحظى بمحارب كترامب. ويكرر ترامب الخطاب نفسه. وسائل الإعلام التي تنشر معلومات مغلوطة تحاول أن تقلل من قوتنا. ربحنا الانتخابات لمرتين ويمكن أن نربحها مرة أخرى. هكذا يبدو أن ترامب لا يريد العودة إلى منصات التواصل الاجتماعي فقط، بل ربما إلى مواقع أخرى في السياسة.